النصاب في الفضة، يعني كم عندك يكون من الفضة حتى يجب عليك أن تخرج الزكاة؟ من الفضة 595 جرام، 595 جراما من الفضة إذا بلغت يجب فيها الزكاة، فما فوق؟ ومن الذهب 83 جراما فأكثر. ثلاثة وثمانين جراما من الذهب. تخرج لكل سنة يكون هذا عندك. الحساب كيف يكون؟ قلنا تأتي بالآلة الحاسبة وتقسم على 40، الناتج هو مقدار الزكاة. بالنسبة للعملة الروبية مثلا أو الدولار أو اليورو مثلا، الآن عندك أنت مال وضعته في الخزنة أو في أي مكان تحافظ عليه مدة سنة كاملة، بعد سنة لازم تزكيه. نعم.